حقيقة يعني في الأيام الأخيرة شهدنا وحدة وطنية يعني عالية جدا في لبنان، من كافة الأطياف ومن كافة الطوائف ومن كافة الشرائح اللبنانية. يعني قلة قليلة من اللبنانيين، وكما ذكرتم في البداية بموضوع الإعلام، يعني هي في الإعلام يبدو أنه ممكن، لأن هناك سيطرة استعمارية، سيطرة غربية، سيطرة صهيونية على الإعلام العربي وعلى الإعلام بشكل عام. يعني والبترودورال، وبما أنكم تكلمتم في بداية الحلقة عن نعم دول التطبيع وتأثيرها والعلاقات الإسرائيلية يعني، وشهدناها في طيلة العدوان والحرب الإبادة التي تشهدها غزة في السنة الأخيرة. وبالتالي هؤلاء يوجد منهم في لبنان. على مدى يعني تاريخ لبنان كان يوجد هذا الانقسام، ولكن في الأيام الأخيرة وبعد هذه السنة المتوحشة على غزة، لا، الذي لاحظناه أنه أو شهدنا في الشارع اللبناني كم هناك تعاطف، ويعني خاصة بموضوع البيجرات وكيف تهافتت الناس إلى المستشفيات للتبرع لا، هناك حاضنة شعبية كبيرة للمقاومة من كافة الطوائف والأطياف اللبنانية.